اللاعبين اللي موقوفين من طرف المكتب ديال المغرب التطواني 14 لاعب اللي كانت تطلب طالب الحقوق ديالها وتم الاقصاء ديالها، وازيد من ذلك انها تعاقبوا بواحد العقوبه ماليه كبيره جدا وموقفين من العمل ما تيتخلصوش عن تعرفوا بين اللاعبين هذه الحرفه ديالهم، عندهم عائلات عندهم يمكن اللي داير كاين داير قروض كاين عنده الاولاد تيقراو العمل ديالهم هو كره القدم، البطوله قريبه تنتهي كاين اللي خصو يبين كان بغى يغير الفريق. الدور ديالها هو ان احنا هما الصوت ديالهم، احنا هما اللي تنتكلموا باسمهم تنمثلهم في الهيئات المحليه ولا الدوليه، احنا تابعين الهيئه الكبيره اللي تم اعترف بها الفيفا وهي الوحيده رسميه على فيدراسيون انترناسيونال ديال الفوتبول البروفيسيونيل، وتضامنا معهم لانهم منخرطين معنا. العدد ديال المنخرطين في الجمعيه ديالنا اللي هي صوت ديال لاعبين كره القدم ديال الصفوه الاول والثاني، ولاو عندنا لاعبين كثار اللي تخرطوا معنا، اللاعبين اللي كاينين كمسيرين في الجمعيه ديالنا راه شفتوا الاسماء اللي كانت موجوده وازنه، لا شيفو لا الروسي باصير ما جاش لان تعازينا ليه لان فقد العمه ديالو الامس في الليل، مصطفى حجيت هو راه في مراكش وصيفط واحد رساله الكترونيه للاعبين باش يدعم معاهم لان هو معنا كعضو في الجمعيه، داودي رشيد حسن فاضل ناظر هادي لاعبين اللي لعبوا بالاحتراف لاعبين اللي تيشوفوا بان هاد الوضعيه اللي واقعين فيها اللاعبين هادي غير انسانيه وخاصها تتحل. انا هنا درنا هاد الشيء لان رسمنا الجامعه رسمنا الوزاره الوطنيه باش تحل المشكل بسرعه. تكلمت انا مع السي افرون كان اتصل بيا اكثر من مره وقال لي بان يحق لي حل المشاكل ديال اللاعبين، للاسف هو قدم استقاله ديالو ما بقاش اتصال لا رساله صيفطنا باش نعلموها بان شنو كاين شنو واقع في هذا الموضع ديال هذه اللعابه هذو، ولكن كان لي اجتماع باش كنا في طنجه مع السي الفهري كان سي تكلمنا معاه هو تيتفاهم الوضعيه وقلنا له باش تلقى حل بسرعه. كان حتى السي اكرم ديال الوداد هو كان حاضر هو شفناه في الفندق، رشيد الوالي العالمي، قاعد الناس هادو اللي هما في المكتب الجامعي اللي عطيناهم الكره عندهم باش يسرعوا. ترأينا باش نديروا هاد الندوه هادي بسرعه لان الوقت يضيع، البطوله قريبه تنتهي، اللاعبين مأزمين معنويا وماديا. عاود تكلمنا على بيستار اللي تهموا الرئيس السابق بانه هو باع المقابله لفريق الرجاء البيضاوي، هذه اشياء اللي ما عندش المكانه ديالها ولازم يتخذ قرار، واللاعبين كان عندهم جرأه هاد اللاعبين هادو باش جاوا واصلوا وتكلموا قدام الصحافه، داروا رساله اللي غادي يوصلوها لسيدنا نصر الله باش يكون تدخل لان لا يعقل هذا داخلين باحتراف و14 لاعب، هذه اشياء غير انسانيه اللي تخلي نفضل الوضعيه الحرجه. كان موجود حاضر لاعبين اسماء وازنه اللي اشترى ظلمين نيبات المياغري متولي وادوشه هو اللي جا التحق بالاخبار اللاعبين ديال المغرب التطواني باجمعهم 14 لاعب، اللاعبين السابقين اللي هما اعضاء في الجمعيه ديالنا شيكو اللي كان عنده الطائره، الروسي، حسن ناظر، زعما اشياء اللي كتخلينا نكونوا فخورين فخورين. مع الحادثه هذا ديال اللاعبين ديال التطواني واش يعني الجمعيه ديالكم واش تزيدوا الاعضاء ديالها؟ لا فعلا لان من الفم للودن كما تنقول الناس تتكلم، عرفوا الرؤيه ديالنا احنا المستقبليه، عرفوا القوه ديال الجمعيه ديالنا والانتماء ديالها للهيئه الدوليه اللي هي الجامعه الدوليه للاعبي كره القدم المحترفين، فهذه اشياء تتخليهم يثقوا فينا، تخليهم يخرجوا من الصمت ديالهم باش يكونوا عبره لذوك اللاعبين، لان كاينين كثار في الفريقين الاول والثاني وما قادرينش يهضروا محبوطين ما تياخذوش الرواتب ديالهم العقد ديالهم غير محترم، هذه اشياء اللي غتخلينا ان شاء الله. راه شتي انا فرحان كثير وجود صحافه كثيره دار الراديوات اللي حاضرين ليست ديال الانترنت التلفازات الراديو الصحافه المكتوبه زعما كانت خيره ديال الناس اللي غادي يساهموا معنا وغادي يشجعونا ان شاء الله باش نكملوا في الطريق ديالنا الصحيح. حنا تخدموا خدمة الجمعية تخدم الفالح كرة القدم التوهج ديالها التطور ديالها، حنا دزنا بالاحتراف بغينا باش ندخلوا من باب الواسع بالسمعة ديالنا وداكشي اللي عطيناه.